مستمرين معكم مشاهدين الكرام وإلى موضوع آخر في هذه الأمسية ومع البرنامج التطوعي الشبابي مبادرون أربعة، حيث اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية اليوم برنامج مبادرون أربعة والذي امتد على مدار الأسبوعين الماضيين بهدف تعزيز الثقافة التطوعية لدى الفتيات والشباب. حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر هذا الاتصال الأستاذة حصة الحمادي وهي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. مساء الخير أستاذة حصة. يا مرحبا فيكم، مساء النور والسرور. أهلا وسهلا. يعني بداية اختتمتم اليوم فعاليات هذه النسخة الرابعة من البرنامج التطوعي مبادرون كما ذكرنا. حدثينا بداية عن أبرز أهداف هذا البرنامج. بالنسبة لبرنامج مبادرون أربعة، الهدف الرئيسي لهذا البرنامج مثل ما ذكرت تعزيز ثقافة العمل التطوعي. إذا كان دور الأسرة غرس هذه القيم التطوعية أو القيم الأخلاقية الحميدة في نفوس أبنائها، فإحنا دورنا كمؤسسة اجتماعية نعزز هذه القيم الأخلاقية لدى الشباب اليافعين من خلال تنفيذ فرص تطوعية متنوعة تنفذت خلال البرنامج. نعم جميل. طيب والجدير بالذكر، نعم تفضلي. والجدير بالذكر في برنامج مبادرون أربعة لهذا العام تم إطلاق فرصة تطوعية مصاحبة لبرنامج مبادرون بمسمى قياديون، فأتحنا فرصة أولياء الأمور بالمشاركة مع أبنائهم كذلك أنهم يشرفون عليهم، كون أن الأطفال يتم أو عفوا الشباب اليافعون يتم تقسيمهم في فرق تطوعية فيشرف عليهم القادة الكبار، فبالتالي صارت في مشاركات من أولياء أمور الشباب. أدوارهم تقتصر في ماذا بالتحديد اللي هم أولياء الأمور؟ الأدوار كانت إشرافية وتنظيمية. نعم. لجميع الشباب أو الشابات المنتسبين للبرنامج برنامج مبادرون، كونه في كل يوم يكون في برنامج أو فرص تطوعية متنوعة يتطلب منهم حضور أو تواجد في مؤسسة من مؤسسات الإمارة. صحيح. جميل كذلك أن نتعرف على يعني الأعداد التي شاركت، مدى الإقبال سواء من فئة الفتيات أو الفتيان في هذا البرنامج التطوعي. نعم، بالنسبة لمجموع الشباب والشابات اليافعين في المنتسبين لبرنامج مبادرون تقريبا حوالي 80 منتسب لهذا البرنامج، وحصدوا على أكثر من 700 ساعة تطوعية. وبالنسبة للقادة المتطوعين القادة كان عددهم فيما يقارب 30 متطوع قائد. جميل. وحصدوا على أكثر من 300 ساعة تطوعية ما شاء الله على مدار أسبوعين. جميل. نعم. يعني البرنامج كان في الفترة الصباحية. هي نعم، في الفترة الصباحية. كان واقعي على أرض الواقع، ولكن تبعنا جميع الإجراءات الاحترازية حسب الأعداد الاستيعابية المطلوبة، وأيضا تم التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية في الإمارة باستقطاب أو تقديم برامج تطوعية لهؤلاء الشباب. جميل. في اليوم الأول أستاذ حصة أعتقد تم تغطية مشاركة المشتركين مع دوريات القيادة العامة لشرطة الشارقة، صحيح؟ هي نعم صحيح. يعني طيب سؤالي، ما هي الفرص التطوعية التي قام بها المنتسبون خلال فترة التطوع بعد ذلك؟ طبعا تنوعت الفرص التطوعية حسب التعاون المؤسسي في مارت الشارقة، تم تنفيذ أكثر من فرصة من بينهم فرصة جرعة وقاية من خلال توزيع مستلزمات تعقيمية على الزوار المراكز التجارية أو الجمعيات التعاونية، وكذلك الفرصة التطوعية الاستطلاع المجتمعي، كانت هذه مبادرة من مجالس الضواحي في التواصل مع أهالي المنطقة وقياس مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المنطقة. فطبعا هذه كل البرامج التطوعية تم تدريب الشباب اليافعين عليها وتم تنفيذها بكل نجاح.
نعم. طيب هل تخلل هذا البرنامج أو برنامج الفرص التطوعية بالتحديد ورش عمل أو ورش توعوية يعني بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي، التدريب، التعليم وغيرها، وما هي بالفعل أن تخللها؟ نعم طبعا في كل يوم يتم تنفيذ برنامج نظري، بالتالي يتم تنفيذ برنامج تطبيقي على أرض الواقع. بالنسبة للبرامج النظرية التي يتم تطبيقها من خلال الورش التعليمية والتدريبية مثل ما ذكر، تنوعت من ضمنها قيمة القيادة، الحس الأمني، المسؤولية، الحس بالمسؤولية، وكذلك الالتزام والنظام. فمجموعة من القيم تم تدوينها في هذه الورش التعليمية. جميل. بالمقارنة يعني بالنسخ مع النسخ السابقة من هذا البرنامج وهذه المبادرة، كيف كان تفاعل المتطوعين مع البرامج التي تم تقديمها لهم؟ طبعا كان في إقبال كبير وتفاعل من قبل الشباب وأيضا أولياء أمورهم في المشاركة، والحقيقة في كان التزام بحضور يومي لهذا البرنامج، وكذلك كان في تجاوب بين الشباب والشابات مع الورش التي تم تقديمها، ومع أيضا المؤسسات اللي زاروها في تنفيذ الفرص التطوعية. جميل. طيب يعني من الواضح تماما وتأكيدا للمبادرات التي تقدم من خلال دائرة الخدمات الاجتماعية أو غيرها من المؤسسات المعنية، سواء في يعني إمارة الشارقة، شركائكم الاستراتيجيين، أو كذلك في باقي إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتضح جليا أستاذ حصة بأن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة سباقين ولله الحمد دائما لعمل الخير. أصبحنا نشاهد هذه الثقافة منتشرة، ثقافة العمل التطوعي، في غالبية مجالات الحياة تقريبا، ومن كافة الأعمار، كبار كانوا أم صغارا. يعني هذا أمر غير مستغرب، ولكن يعني كيف برأيك وصل أبناء الوطن لهذه المرحلة من الوعي، من الثقافة التطوعية، التي ربما يعني قلما نجدها في مختلف دول العالم العربي؟ في الحقيقة كل اللي تفضلت فيه وذكرته يعتبر نتائج لثمار غرستها دولتنا وحكومتنا الحبيبة في شعبها. فبالتالي صارت العملية متكاملة بين القيادة والشعب ولله الحمد. الكل لاحظ تضافر الجهود وقت الجائحة، إقبال المتطوعين في الحقيقة يعني كان بعدد يفوق التوقعات. ما أخبي عليكم يعني ما شاء الله صار في تواجد أو إقبال من المتطوعين سواء في البرامج الشبابية أو حتى فوق 18 سنة أكثر من العدد المطلوب في هذه الفرص التطوعية. صحيح. يعني كمسؤولة في هذا المجال أو حتى كامرأة وناشطة في مجال العمل التطوعي، ما مدى أهمية تعزيز هذه الثقافة أستاذ حصة، ثقافة العمل التطوعي، وغرس هذا المفهوم في نفوس الشباب والفتيات منذ سن مبكرة؟ وما أثر ربما يعني الشق الثاني من السؤال، ما أثر مثل هذه العادات الجميلة في المجتمع الآن وفي المستقبل؟ طبعا جدا مهم تعزيز ثقافة العمل التطوعي في سن مبكر، كونهم ما زالوا في مرحلة التنشئة الاجتماعية. فإذا سواء كان طفل شاب يافع تعود أو قام بتنفيذ أي عمل تطوعي، فبالتالي راح ينمي في نفس حب أو تقديم أي نوع من المساعدة من غير أي مقابل. نعم. وكذلك ممكن يقوي شخصيته، يقوي علاقاته مع زملائه في ميدان العمل. وبالنسبة لأثر التطوع على المجتمع، نعم، راح يبين من خلال تكوينه لعلاقات خارجية، وأيضا بالعموم ميدان التطوع يهيئ أي شخص أو أي متطوع بغير مباشر في عمله مستقبلا. صحيح. طيب قبل الختام، ماذا عن هذا البرنامج؟ هل سيستمر في الصيف المقبل؟ نعم، راح يستمر إن شاء الله. يتم طرح البرنامج بالتزامن مع عطلات الصيفية، فسنويا يتم طرح البرنامج. جميل. يعني هل من خطط تطويرية لهذا البرنامج وكذلك الفعاليات والأنشطة المصاحبة له؟
نعم بالتأكيد راح يكون في تطوير للخطة. طبعا في المقابل أي تطوير يأتي من الفئة اللي يتم تنفيذ لها البرنامج، فإن شاء الله راح يتم عمل جلسة عصف ذهني مع الشباب اللي انتسبوا في برنامج مبادرون 4 لرسم خارطة مبادرون 5 بإذن الله تعالى. جميل، يعني نحن تقريبا وصلنا للختام. أستاذة حصة، نشكرك على ما تفضلتي به من معلومات مهمة تخص هذه المبادرة، وسنلتقيكم إن شاء الله في مبادرات دائرة الخدمات الاجتماعية القادمة. أشكر جزيل الشكر. شكرا لكم على هذه الاستضافة. ويمكن مشاهدينا الكرام من يعني هذا المنبر نتوجه بدعوة لأولياء الأمور بأن يتيحوا الفرص لأبنائهم للمشاركة في الأعمال التطوعية، خصوصا أن مثل هذه الأعمال لها الأثر الكبير، سواء كما تفضلت أستاذة حصة على يعني شخصية الفرد المتطوع منذ وقت مبكر. نحن نتكلم عن تجارب شخصية في الحقيقة لمسنا أثرها بعد فترة من الزمن، وكذلك مشاهدينا الكرام على المجتمع كما تفضلت الأستاذة حصة.